30 يوليوز 1972 خرج قرار ديال ما سمي آنذاك بفرع الرباط ديال فصل الاتحاد الوطني للقوة الشعبية ما بين الجهاز النقابي يعني سي عبد الله إبراهيم الله يرحمه سي محجب بن صديق الله يرحمه هذا ما بين جهاز ديال الرباط. جهاز ديال الرباط اللي كان أنا في ذاك فيه هو عبد الرحيم بوعفيد سي محمد اليازقي عمر الجنون واحد علاش لأنه يعني الحزب كان تقريبا مجمد وكان إشكال كبير ديال الإخوان ديالنا اللي كانوا مشاو للجزائر واللي كان الجزائر كتحاول تستعمل لهم ضد المغرب واللي كان حتى هما كانوا مقتنعين بأن السلاح هو الحل. راه أي تقدو سد داكشي الله يرحمه مسكين عاود داكشي راه عاودو بلادي صغي كانوا مقتنعين ماشي زعما شلاهم شي حد ولا خلصهم شي حد كانوا مقتنعين بأنه الحل هو السلاح. وأنا كتبت ولو أنني لم أساهم في هذه التجربة ولم أقتنع بها يوما كتبت كنا نريد أن نقتل الملك وماذا بعد لأنه الناس كيجيو كيحاكموك 50 عام من بعد واش هو كان ملك ديال السويد كان ديمقراطي زعما كانوا كيلوحونا في البحر زعما بالتالي راه الأجواء اللي كانت في المغرب آنذاك ولا هذا ولا ذاك الشيء اللي كانت في العالم راه هي اللي كتجعل بأن خص الواحد باللي يشوف التاريخ ديال من يشوفو يشوفو واحد شوية ديال البعد واحد شوية ديال هذا. فقرار 30 يوليوز جن بعد منه مباشرة جاءت محاولة انقلاب 16 وشتم مشعل الأمور وإذا به ففي الوقت اللي بداو إخوان ديالنا اللي كان قيادة صغيرة بداو كيتاجهو باش يشكلوا حزب جديد باش يزيدوا هذا وإذا به كتجي أحداث مولاي بوعزو. هنا غنحكي لك غنحكي لكم واحد القضية اللي هي طريفة وطريفة جدا هي أنه أحداث دار مولاي بوعزو تعرفات في 3 مارس 3 مارس كانت آنذاك هي عيد العرش ولكن قبل منها مباشرة شنو وقع قبل منها مباشرة الحسن الثاني الله يرحمه عيط حسن صفي الدين حسن العضر كان صديق ديالو حسن العضر كان من القياديين ديال جيش التحرير وديال سميتو كان صديق حسن الثاني كان صديق عبد الرحيم بوعفيد كان تيحادي قال لي غادي يجي عندي وجيب لي معاك عبد الرحيم قال لي كان هو في إفران قال لي حسن صفي الدين قال لي واخا ولكن مكنش نجي عندك انت وهذا وسميتو نجيب لك معايا عبد الرحيم وانا صحابي في الحبس قال لي صافي ذاك الامور غادي نحلوها هو يعلن دابا حسن صفي الدين اللي حكى لي بحضور المساوي العجلاوي وبحضور واحد حكى لي في ظروف خاصة في ميدس قال لك هو غادي كانت عنده شي بيجو قدام وذاك الشيء سميتو غادي هو عبد الرحيم مشى علينا الراديو هما يسألوا يسمعوا بأنه الحسن الثاني عفى على سعيد بن عيلات اللي كان من القيادين الكبار سعيد الرار كان القيادي الكبار ديال حركة التحرر المغربية وديال الفداء وديال جيش التحرير ولكن اللي كان في الجزائر اللي كانوا اختطفوا من اسبانيا وعلى أحمد بن جنون الله يرحمه
ما غاديين سمعوا هذه القضية بطلان الحسن تانيك بضم الحسن تانيك خدروا هم يتمعوا بين رانا الصداع مولاي بوزة شنو اللي وقع دخلوا واحد المجموعة ديال إخوان منهم بنونة محمود بنونة غادي يبقى في التاريخ أنه كتب رسالة التي تدين قيصري شنو كتب ليه في هذه الرسالة كيقول له ودرك عكا تخرمس راه ما مهيئين ما موجدين ما عندنا بيئة حاضنة ما عندنا والو راك غتصيفطنا غنموتو وكتقول لي أنا ندي هاد الناس يموتو ولكنني أنا راه غادي نضابط وغنلتزم لكي لا يقول عني التاريخ وأنني جبان يعني دخل عباش ما يقولش عليه التاريخ بأنه جبان ودخل مات مسكين دخل على فهالشي خلق واحد جو ديال فشنو اللي وقع احتقان شدو اتحادي انا ذاك البوليس السري ولا الغيث السري ولا هذا كتعدم واحد القضيه كيبدا صداع كيجمعوا كاع اللي في ريح شي حاجه داك الساعه كتقرا جريده كيشدوك زعما انت اللي خصك تبث بانك راه ما دير والو ماشي شي حاجه كيشدو كاع المغاربه اللي كيقرا جريده اللي عمرو 12 اللي شي نوبه قال لي ما كاينش حاجه سميتها الديمقراطيه ما كاين عاز المهم هزو البلاد كلها هزو كاع الاتحاديه ديال المغرب كله ف البلاد وقفات وقعت اضرابات كبيره مات واحد بوليسي في واحد المظاهرة ديال الطلبة تم حل اتحاد وطني طلبة المغرب اتحاد وطني طلبة المغرب خدات فيه الأغلبية مجموعة ديال كانت تسمى ديك الساعة الطلبة التقدميين يعني 29 مارس وهذا تخلق واحد احتقان كبير في المغرب وقع هنا أنا أحيلكم على المذكرات ديال سعد اللطيف فيلالي في هذاك الوقت فرانكو الديكتاتور الإسباني كتب الحسن الثاني كيقول لي عافاك بغيتك تعاوني لا بغيت ندير دولة في الصحراء الحسن الثاني هو يعيط لعبد اللطيف فيلالي قال عبد اللطيف فيلالي كتب هذه العبارة هذه قال لي شاد الحمار قال لك بغاني أنا نعاونو باش يدير دولة في الصحراء لا هذا فرانكو ف تحركات قضية الصحراء وهنا خص الناس يفهموا مزيان بأن قضية الصحراء القضية اللي كانت مؤسسة للمغرب الذي نعيشه لأنه خرجتنا من ذاك الصراع حول الشرعية أنا نسليكم باش الحسن الثاني قضية الصحراء كيبان ليه بأن السيد غادي دار جماعة بغا يستعمل ديك الجماعة اللي كانت عنده تما واللي كان شي جوج ولا ثلاثة ديال الأعضاء ديالها كانوا ممتنين في الكورتيز الإسباني بغا يستعملها باش يعني دولة تما ولا على فرانكو الحسن الثاني كيخصو كيفاش هي فالحسن الثاني عيط لبومدين راه هاد الامور كل اللي كنحكي لك راه كاينه في التاريخ زعما ماشي شي سيره عندي انا ولكن عند الناس ما كيستحضروش بزاف عيط لبومدين جا عندي الإفران قال عرفت اش غدير انا ما نهضر معاك لا على سوات لا على حدود لا على هذا غنصمم معاك دابا كاع ديك الحدود ديك الصحراء الشرقيه خوده هانيني ولكن راه كاين قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي